أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. اتفاق على تخصيص 40% من الموارد الكومية لدارفور بمفاوضات جوبا. الحكومة السودانية تنفي بيع ميناء بور سودان. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 وفيات من الحالات المعلنة سابقا، وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم أمس السبت. وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي اليوم أن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم 22 حالة، بجانب حالة في ولاية سنار وأخرى في ولاية شرق دارفور، وأشارت إلى أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 237 حالة متضمنة 21 وفاة. وكشفت أن الولايات المتأثرة حتى الآن هي الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار وشرق دارفور، وما تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم. وأعلنت وزارة الصحة أنه تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 20، وأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. أصدر والي ولاية شمال دارفور مالك الطيب خوجة لقرارا بإغلاق جميع مداخل ومخارج حاضرة الولاية الفاشر أمام حركة المرور من وإلى المحليات الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد. ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الأسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وإلى حين إشعار آخر. واستثنى القرار العربات التي تحمل السلع الاستراتيجية كالوقود والمواد الغذائية والخضر والفواكه بموجب تصريح من السلطات المختصة. ونص على أن كل من يخالف القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية. كما أصدر الوالي المكلف قرارا بمنع الإفطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية، وناشد الوالي المواطنين بأداء صلاة التراويح والنوافل بالمنازل، ونادى أئمة المساجد بتأدية الصلوات بأفنية وساحات المساجد مع الأخذ في الاعتبار التباعد بين المصلين للحد من الزحام. وللوقوف على الأوضاع الصحية بولاية شمال دارفور ينضم إلينا من الفاشر والي ولاية شمال دارفور مالك الطيب خوجلي. مرحبا بك، مساء الخير سيد الوالي. وبدءا، كيف هي الأوضاع الصحية في ولاية شمال دارفور؟ مرحبا بالأخوة في قناة الشروق، والأخوة كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، عاد الله علينا وعلى الأمة السودانية بالخير واليمن والبركات. الحمد لله. طبعا الوضع الصحي عموما في ولاية شمال دارفور مستقر، لا توجد حالة اشتباه حتى الآن، الحمد لله كل إجراءاتنا الوقائية قد نضع على قدم الوساق. نعم السيد الوالي، يعني ولاية شمال دارفور هي ولاية حدودية، يعني تحادد دول الجوار، بالإضافة أيضا إلى عدد من الولايات الآن ظهرت فيها حالات إصابة بكورونا. ما هي التدابير المتخذة من قبل الولاية لمجابهة هذا الخطر يعني؟ نعم، نحن صراحة ظلمنا نتابع ونراقب منذ ظهور هذا الوباء في معظم دول العالم وحتى دخول السودان، ويمكن اصدرنا مجموعه من القرارات، اخر القرار الذي تلوته قبل قليل. يعني في السابق كما ذكرت انه يعني ولايتنا ولايه حدوديه بتحد دولتي، يمكن من الشمال والشمال الغربي، دوله تشاد وليبيا، بالاضافه لدوله جنوب السودان، وبالاضافه الى يعني وجوده مع ولايات الان يعني يمكن تكون ظهرت فيها حالات. يمكن نظرنا عدد من القرارات اللي هي بقفل المعابر منذ فتره طويله، ومراكز الحجر الصحي في معظم المناطق الحدوديه اللي هي في الصينة وفي المالحه ومليط واللعيت وحتى في شرق الفاشر. يمكن هذه القرارات يعني يمكن بتتابعها لجنه تنسيقيه عليا، يمكن زارت هذه المحاجر ويمكن وقفت على كل الاجراءات بما فيها الكوادر الصحيه وكل الاجراءات، المعدات الصحيه والملابس الواقيه ومعدات التطعيم والتعقيم والكمامات. فالحمد لله الوضع الان مستقر وعلى ما يرام يعني. نعم. السيد الوالي، يعني هذا القرار الذي يعني بموجبه تم اغلاق سوق مدينه الفاشر، و
قفل المعابر والحركة ما بين محليات الولاية، ما هي يعني الخطوات التي سبقت هذا القرار؟ يعني معروف هناك حوجة للمواطنين للسلع الضرورية والمواد الأساسية من غاز وأيضا المواد البترولية أيضا، التي يعني ربما هي إشكال كبير تعاني منه يعني كثير من الولايات. صحيح صحيح. هنا والله هذه الخطوه احنا نعتبرها هي خطوه شويه صعبه على المواطنين، لكن كانت خطوه لابد منها. لكن هناك تحسبات كثيره جدا واجراءات متحسبين لها، اللي هي يمكن السلع الضروريه، الوقود، المواد الغذائيه، الغاز، الخضر، الفواكه، دي كلها بتصريحاتها وباجراءات عاديه بتخش. حتى العماله اليوميه نحن يمكن واضعين لها حساب، يعني ان شاء الله يعني ما نخلي المواطنين يتاثروا. احنا القرار بصراحه يعني اتخذناه بناء على الحالات اللي ظهرت فيه والاجراءات اللي تمت من ولايه الخرطوم. يمكن اخواننا في ولايه الخرطوم رسلوا لنا باصات كثيره وبدون تنسيق صراحه. يعني احنا في اليوم ده كان بنستقبل اكثر من 30 40 50 باص، باعتبار انه ولايتنا ولايه عبور بيجي عبر الفاشل وعانينا كثير. لذلك احنا يعني اتخذ اجراءات صارمه واجراءات احترازيه لا بد منها، ونحن بنشوف صحه المواطن احسن من انه توفر له قوت وكذا. يعني انتم تعلمون انه هذا الوباء وباء خطر جدا، يعني اذا دخل المدينه فحيتفشى، وخصوصا عادات وتقاليد اهلنا في شمال دارفور اللي هم يعني ناس عفويين بطبعهم وناس بيحبوا الاجتماعيات، فالانتشار المجتمعي صراحه حيكون خطير جدا. وتعلم يعني قله الامكانيات الصحيه وحشاشه الوضع الصحي في كل ولايات السودان. نعم السيد الوالي، يعني هذا القرار يعني جاء نتيجه لاوضاع صحيه انت اشرت اليها في معرض حديثك عن السؤال السابق، لكن يعني كيف هو الوضع الآن بالنسبة للخبز؟ يعني هناك إشكالات كبيرة أيضا يواجهها المواطنون في مدن عدة أيضا بالنسبة للحصول على الخبز. طيب هو صراحة يعني احنا ولايتنا هنا رغم انه الناس تضايق في الخبز وكذا، لكن مستوطنين عليه كويس. اجراءات المخابز يمكن عندها ليا شغاله وشغل مميز جدا، ما في مشاكل كثيرة. الحاجه اللي ساعدتنا ذات يمكن ثقافه اهلنا هنا في ولايه دارفور، يمكن بيعتمدوا على الدخول والذره وكذا، يمكن ده ساعد كثير. ونفتكر ده غذاء ذات جيد، ودي فرصه ذاته انه الناس تعود لعاداتهم كذا يكون في الصفحه الجميله. لكن صراحه ما عندنا مشاكل في الخبز، الناس في كلهم متفهمين تماما. نعم السيد الوالي، يعني هذا الحظر تأثرت منه مدن كثيرة، وبدءا بولاية الخرطوم، وولاية الخرطوم هي الممول الأول للمواد الغذائية لولاية شمال دارفور. كيف يتم الترتيب وما تأثير يعني هذه الخطوة؟ طيب إذا كان قلت لك أنا ذكرت لك أنه إحنا عانينا صراحة، يعني بالنسبة للحركة والتداخل ما بين الولايات وكذا، الباصات بتمشي وكذا، دي فرع علينا منها. لكن بالنسبه للسلع، السلع ما فيها اشكال، يعني يمكن عندنا سلعنا مساويه بطريقه كويسه، الغاز، الوقود، الدقيق ماشي بصوره كويسه، والياتنا مما بدات الثوره دي الحمد لله ماشيه بصوره كويسه، الناس كلهم متفهمين. بنتابع يوميا الداخل المارد الخاشي من الخبز الدقيق، فماشي اشكال الحمد لله. لكن نتمنى انه كل الامور تنساق في كل الولايات والناس يعني ترجع زي ما عادت ان شاء الله. ان شاء الله. سيد الوالي، ولايه شمال دارفور هي احدى الولايات المتاثره بالحرب، يعني كيف هو الوضع الامني الان؟ الحمد لله اقول لك الوضع الامني ممتاز لدرجه يعني ممتاز جدا، الوضع الامني مستقر، الولايه تنعم بامن وسلام كبير جدا في كل ربوع الولايه، ما عندنا مشاكل امنيه مما بدات الحمد لله يمكن اكثر من سنه. الناس مستقره، الناس في المعسكرات بصوره كويسه عايشين، المعسكرات النازحين اللاجئين، حدودنا امنه ومستقره. بس هي طبعا كما معروف انه هو في مقفله يعني، لكن ما في مشاكل داخليه تذكر يعني الحمد لله. الوضع الداخلي في المدينه، الامن الداخلي برضه مستتب،
وبمجهود اليقظه في الاجهزه الامنيه كلها، من قوات مسلحه لدعم سريع للشرطه، لقوات امنيه، حتى لجان المقاومه والتغيير، و اليقظه في الحريه والتغيير، برضه الناس كلها بتعمل تعاون وتنسيق تام، يعني نموذج لبقيه الولايات. نعم سيد الوالي، ولايه شمال دارفور ولايه يعني حدوديه تحادد دوله تشاد و ليبيا، هل هناك تنسيق ما بين هذه الدول؟ وهناك معابر أيضا من خلالها تأتي البضائع، وهذه المعابر ربما تكون ثغرة أو مدخل لكثير من الداخلين والخارجين لهذه الدول. والله طبعا أنت تعرف الوضع الأمني في ليبيا، ليبيا دولة غير مستقرة الآن، كان في بضائع وبتخش وبتمرق، لكن دي عن طريق تجار وعن طريق جهات غير قانونية غير شعبية، كان في عربات غير مغننة بتخش، لكن مع الحظر ده وقفناها بناء على قرار اللجنة المركزية العليا، وقفنا القرار بتاع العربات الغير مغننة بالإضافة إلى السلع الاشتراكية يمكن تأثر شوية، وكان عندنا تجارة بتاعت حدود، لكن كما ذكرت عبر الشعبيين، يعني تجارة شعبية وليست عبر جهات رسمية. أما في دولة تشاد هناك تعلم أنه هناك تداخل كبير بين مواطني دولة السودان ودولة تشاد، عندنا معسكرات للعتاقيين، معظم السودانيين على الحدود، السلع الغذائية مساوية بصورة كويسة، يعني في حدود المعقول، وليست تجارة تهريب أو تجارة، إنما سلع قدر المواطن يعني، يمكن لكن الوضع مستقر وآمن. دولة ليبيا، دولة تشاد، دولة صديقة، دولة متفهمة الوضع تماما ما بين الدولتين يعني، ووضع اللاجئين الموجودين في ليبيا. أشكرك جزيل الشكر مالك الطيب خوجة، لوالي ولاية شمال دارفور، شكرا جزيلا لك. اتهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حزب المؤتمر الوطني المحلول بالسعي لزرع بذور الفتنة لتفتيت عدد القوات المسلحة والسعي لانقلابات لتقويض الفترة الانتقالية. وقال البرهان في لقاء بثه تلفزيون السودان: وصلتنا رسائل تهديد من أعضاء بالمؤتمر الوطني المحلول وتنظيمات سابقة بعدم استقرار المرحلة الانتقالية والترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة. وتوقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا. وقال البرهان: نعتقد أن الوقت مناسب لرفع السودان من قائمة الإرهاب لأنه أوفى بكافة المسارات التي وضعتها الإدارة الأمريكية فيما يتصل بالعلاقات مع إسرائيل. أوضح البرهان أن الملف متروك حاليا لمجلس الوزراء. اتفق وفدا التفاوض حول مسار دارفور على تخصيص نسبة 40% من الموارد القومية لإقليم دارفور لمدة 10 سنوات. وقال ضي مطوق عضو لجنة الوساطة في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض اليوم إنه تم طرح العديد من الأفكار بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يملك لحكومة إقليم دارفور، مبينا أن الوساطة أرجأت حسم تمويل السلام لجلسة التفاوض القادمة فيما يتعلق بمشاركة حركات دارفور في السلطة. قال الضيو أن الوساطة رأت أن يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد من التشاور. وفيما يختص بالملف الأمني أبان الضيو بأنه تم التفاكر مع الوفد السوداني برئاسة الفريق الركن خالد عبدين رئيس لجنة الترتيبات الأمنية حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور. نفت الحكومة السودانية الأنباء التي راجت عن بيع ميناء بور سودان، ووصف مكتب رئيس الوزراء الخبر الذي تناقلته وسائط إعلامية بأنه عار من الصحة، وأضاف أن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة. وشدد في تصريح صحفي صادر عن البراق النذير الوراق السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان، وقال: نشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية. وقعت حكومة ولاية غرب كردفان بمدينة الفول على الخطة السنوية لمنظمة اليونيسف في المجالات الخدمية التي تشمل الصحة،
التعليم وخدمات المياه فضلا عن مجالات أخرى، حيث تقدر الخطة بمبلغ 4.8 مليون دولار. وأكد والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله أكد تعاون حكومته مع منظمة اليونيسف لتقديم مزيد من الخدمات التي تصب في مصلحة أهل الولاية، وثمن الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في مختلف البرامج الحيوية والمشروعات الخدمية بغرب كردفان. الحمد لله تم التوقيع اليوم على الخطة السنوية التي يعني تشمل دعم منظمة اليونيسف في مجال الصحة والتعليم والمياه، إضافة لمجالات أخرى بالتنسيق مع الشركاء في ولاية غرب كردفان من المنظمات الأخرى. نؤكد نحن في حكومة ولاية غرب كردفان تعاوننا التام مع منظمة اليونيسف لتقديم مزيد من الخدمات لأهلنا في ولاية غرب كردفان، والتعاون سيستمر حسب الخطط الآنية والخطط المستقبلية بإذن الله تعالى. من جهته أوضح دكتور أحمد بابكر مدير منظمة اليونيسف أن الخطة تأتي ضمن البرنامج السنوي للمنظمة الذي يشمل عددا من الأنشطة في مجالات التعليم والصحة والمياه والتغذية والإصحاح، مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه الولاية في التعاون والتنسيق المشترك مع برامج المنظمة. وحث مدير اليونيسف كل الشركاء والمؤسسات المختلفة للتعاون من أجل إنجاح هذه الخطة. هذا البرنامج السنوي يمكن هو جزء من البرنامج الغطري للعام 2017 حتى 2021، والبرنامج يمكن يشمل مؤشرات ومخرجات كثيرة للبرامج المختلفة، ونتمنى أنه يتم تنفيذها عبر الوزارات الحكومية وشركاء اليونيسيف من المنظمات الأخرى. نتمنى أن نعمل كلنا في تناغم تام وتنسيق تام حتى ننجز الخطة دي بنهاية هذا العام. وجد اليونيسيف شاكرة ومقدرة لكل الشركاء العاملين في ولاية غرب كردفان